بسم الله، عندنا السؤال الأول: How many bytes are stored by you short؟ تمام، data type in نوع، طبعا هو بيسأل على النوع ال unshort، تمام، اللي هو ال unsigned اللي هو الموجب. فهنا عايز في السي شارب هن كم من how many bytes. طبعا ده موجود هنا عندنا في الجزئية في الشابتر هنا، ان هو بيديني ال integer اليو شورت اللي هي الانسايند بتاخد 16 بايت. 16 بايت ال 16 بت، ال 16 بت البايت الواحد 8 بت، فهو يبقى كده 2 بايت، يبقى 2 بايت. طبعا لازم اراجع هنا كل واحد بياخد قد ايه. عند الاس بايت بياخد 8 بت، يعني 1 بايت. طبعا يعني 8 بت يبقى 1 بايت، لان انا عندي ال 1 بايت نفسه، ال 1 بايت هو عبارة عن 8 بت. اوكي، ال 1 بايت 8 بت، وبالتالي انا هنا دي 1 بايت 1 بايت، البايت تاخد 1 بايت، الشورت بتاخد 2 بايت 2 بايت لانها 8 بت، فهنا 16 بت. والانشورت زيها، الانتجر بياخد 32 بت. طب 32 بت على 8 يعني 4 بايت. اوكي، 4 في 8 ب 32، يبقى هي ايه، 4 بايت. طب اليونت بياخد 32 برضو زي الايه، اليو انتجر، اليو انتجر برضو بتاخد زي الانتجر 32 بايت، يعني 4 بت. وعند الشورت واليو شورت برضو زي بعض، وعند البايت والاس بايت برضو بياخدوا زي بعض. يبقى انا عندي 8 2 8 16 32، يعني 1 بايت 2 بايت 4 بايت. اوكي، لو لاحظنا كده ان العلاقة ما بينهم، عشان نحفظ العلاقة، عبارة عن علاقة ضعف، يعني هنا واحد ضعفها اتنين واتنين ضعفها اربعة. عندي اول حاجة بتبقى البايت بتبدأ بواحد، واحد بايت. الشورت بتبدأ بايه، باتنين بايت. الانتجر بايه، اربعة بايت. وكده ده الترتيب بتاعهم بيبقى بايه، بالترتيب دوت. اوكي، عشان تبقى سهلة الحفظ عليه. عندي برضو اللونج عبارة عن 64 بايت و64 بت، واليو لونج 64 بت، فزي بعض. فاحنا قلنا انا عندي ايه، احنا اتفقنا انا عندي اول حاجة البايت، اوكي، وعندي الشورت، وعندي فوقيه الانتجر، وعندي بعد كده اللونج. دي كلها انتجر، كلها اعداد ايه، تاخد اعداد صحيحة هي والانسايند بتاعتها اللي هي عدد مجابة. فعندي كل ده بيمشي بالترتيب. هنا 1 بايت، لو لاحظنا هي بتمشي بشكل ثنائي، ال 1 بايت، وهنا 2 بايت، اوكي، وهنا تبقى بعدها الانتجر 4 بايت، لان الضعف بتاع الاثنين 4، 4 بايت. وعندي اللونج يبقى كام بايت، الضعف بتاع الاربعه كام، 8، يبقى 8 بايت. طب 8 بايت دي كام بت، كام بت، 8 في 8، لان البايت الواحد فيه 8 بت، البايت الواحد فيه 8 بت، صح؟ ف8 في 8 ب 64، فهي عشان كده كاتب لي 64. يبقى انا احفظ الترتيب ده، هتسهل عليا عمليه الحفظ. دي 1 بايت، البايت بتاخد 1 بايت، الشورت بتاخد 2 بايت، الانتجر بتاخد 4 بايت، دي بتاخد 8 بايت. طبعا كل واحده علاقتها ضعفها، تمام. ونحفظ الترتيب ده بتساعدني في حفظ، اعرف اجاوب على السؤال اللي بيساله. فلو هو هنا، هنا هو سالني على ايه، هنا هو بيسالني بيقول لي how many bytes are stored new short. طبعا هنا خلاص انا عرفت new short يبقى هي عبارة عن ايه، ها، 2 بايت. يبقى الاجابة الصحيحة 2 بايت، لان البايت انا ببدأ تاني، انا ببدأ بايت ده بدايته، وبعد كده ببدأ بعدها في short، وبعد الشورت في انتجر، وبعد الانتجر في لونج. اوكي، يبقى كده بالترتيب 1 2 4 8. يبقى هو هنا الشورت كام، الشورت 2 بايت. هنا عندنا سؤال تاني بيقول لي type of conversions is which compiler is unable to convert the data type implicit implicitly is مين فيهم. يعني هو بيقول لي من النوع اللي هو عملية التحويل اللي بتتم من نوع لنوع implicitly مين فيهم اللي ما تنفعش، وبيجيب لي اختيارات من دول. فتعالوا نراجع على implicit والexplicit. الامبليسيت والامبليسيت ده نوع من انواع الكونفرجن، اللي هي التحويل من مكان، من قيمه لقيمه اخرى، او من نوع لنوع. وعشان اقدر احول
انا عندي الامتدادات دي بتتم اوتوماتيك عن طريق ان انا عندي قيم اصغر من قيم. يعني مثلا انا عندي لما خدنا احنا خدنا في السؤال اللي قبليه الانواع، عندي النوع، في عندي نوع بيبدأ اول حاجة في البايت، وبعد كده في الشورت اكبر منه بيخزن اكبر منه، وعندي الانتجر بيخزن اكبر، بعد كده اكبر واحد اللونج بيخزن اكبر منه، اللي احنا قلنا ده بيشيل 1 بايت، ده 2 بايت، ده 4، ده 8. وبالتالي انا لما اجي اخزن حاجة انتجر اخزنها في لونج، اللونج يقبلها مفيش مشكلة. لما اخزن حاجة شورت في حاجة انتجر يقبلها، حاجة بايت في حاجة شورت مفيش مشكلة. اي نوع من الصغير للكبير، احنا هنا عندنا متغير انتجر وهنخزنه في شورت في لونج، فهنا انت ده صغير اللونج اكبر منه، وبالتالي هنا دي بنسميها امبليسيت. امبليسيت يبقى هي عملية الامبليسيت نفسها هتتم لما بيكون من صغير لكبير، فبتتم بشكل اوتوماتيك عادي مفيش مشكلة. بيتم الاي بتتخزن هنا فهو يقبلها، لان ده منطقي ان القيمة الصغيرة تقدر تتخزن في القيمة الكبيرة، فده دي مقصود بالامبليسيت. اما في الاكسبليسيت دي لازم احنا نعملها بايدينا. ليه؟ لان هنا العملية لازم اصغر حجمه، لان انا هنا عندي هيبقى عندي حط من كبير احط فيه صغير، وبالتالي انا لو ما يكون عندي قيمة هي قيمة اصلا لونج وعشان اخزنها في الانتجر فهي اصلا واخدة 8 بت، مخزنها 8 بت، فلازم اقول له صغر لي المخزن ده وخليه 4 بت عشان يقبل يتخزن في الايه، في الاصغر منه. فلو انا عندي قيمة لونج ال ب 5 وهي واخدة لونج نوعها لونج، فانا عايز اخزنها في الانتجر، فالانتجر اصغر منها، فهنا لازم اجي قدامها انا بستدعي المتغير احط قدامه قوسين واعمل انتجر واعمل ايه وانادي وانزل المتغير. يبقى انا كده خزنت حاجة كبيرة في حاجة صغيرة، فلازم اعملها مانيوال بايدي واعمل هنا كاستنج اللي هي عملية التنزيل، بان انا بعمل ايه، بعمل بين قوسين قبلها، فبالتالي انا بكتب النوع الجديد قبلها، ودي بتبقى اكسبليسيتي، يعني معناها من صغير يتحط في قلب، من كبير كبير يتحط في قلب ايه، في قلب صغير. طيب تعالوا نشوف بقى السؤال هنا كان بيقول ايه. كده احنا راجعنا شوية عليها. السؤال نفسه بيتكلم، هنا نشوف السؤال بيقول لي ايه، ان طبعا هو هنا عايز الامبليسيتي، فطبعا احنا عرفنا دلوقتي خلاص مين ينفع، ايه هي الامبليسيتي وهي الاكسبليسيتي. فهنا هو بيقول لي انيبل يعني ما ينفع، اوكي يعني ما ينفع يتعمل له امبليسيتي. طبعا امبليسيتي من الصغير للكبير، يعني اكون حاجة صغيرة تروح لحاجة اكبر منها، فهنا تتم بعملية دايركت مفيش مشكلة، مش هتحتاج مانيوال. هنا الان شورت صغير وهنا ده كبير فدي تنفع، اوكي. هنا البايت صغير والديسيمال اكبر منه فتنفع، الان شورت صغير واللونج كبير فتنفع. الانتجر عبارة عن ايه؟ الانتجر هنا عبارة عن قيمة بتاخد من موجب وسالب، يعني عندي بوزيتيف ونيجاتيف وزيرو، اوكي بوزيتيف ونيجاتيف، سالب 1 2 3 4، وهنا 1 2، لكن دي عبارة عن الانساين بدون الارقام، بدون الايه، الارقام بدون النيجاتيف، فبالتالي هي اصغر، فبالتالي ما ينفعش الصغير. هنا لازم يتعمل عملية الكاستنج هي الاكسبليسيتي، فما تنفعش تبقى امبليسيتي، وبالتالي هنا دي هي دي الاجابة الايه المفروض تبقى صح. هنا السؤال اللي بعده بيقول the correct way of incrementing the operation. عشان نبدأ نعمل عملية زيادة للعنصر، فالقيمة اللي عندي في هنا بلس بلس اي بلس بلس و b بلس بلس 1، وهنا a بلس 1 بلس ايكوال 1، وهنا الايكوال بلس 1. طبعا دي بنبص هنا للجزئية بتاعت الاسايند، ان احنا نعمل رقم في الاوبريشن وعايزين نزود عليه، فهنا عشان نزود على الرقم 1 فهنا مفيش حاجة اسمها بلس بعد الايكوال، هي لازم بلس ايكوال او ماينس ايكوال او اور ايكوال كده بتتعمل بالشكل ده، فما ينفع فيش حاجة اسمها ايكوال بعدها. ولما احب ازود واحد ممكن اقول بلس ايكوال واكتب واحد، ده كده انا بزود واحد على طول عليه، تمام. فتبقى واخدين بالنا من الجزئية دي عشان ايه، مهمة جدا عملية البلس والايه والماينس. هنا لو انا عايز اعمل قيمة ليها فانا ممكن اعمل هنا اكس بلس ايكوال 1، يبقى كده انا زودت واحد، تمام. لكن الزيادة قبلها او الزيادة بعدها زي ما هو قايل لي هنا، ففيها ايه هنا، يبقى هنا الإجابة الصحيحة هتبقى اللي هي A plus equal 1، أوكي؟
هنا بيقول لي في السؤال التاني which of the following options is not bitwise operation. البيتوايز اوبريتور اللي هي العملية العملية اللي هي بتتم بطريقة البيتس اللي هي 01. ففي عمليات هنا منهم من طبعا ده مش من ضمنهم اللي هو الدي. فنبص هنا العمليات اللي هي عملية الاور او عملية الاند بتبقى واحدة طبعا مش لوجيك هي واحدة، او عملية النوت او عملية دي طبعا زي النوت بالظبط، دي النوت يعني بتنفي، فبدل واحد تخليها 1 و0 تبقى 1. وعندي عملية الرايت والليفت، الموف الموف رايت والموف ليفت، فدي كلها عمليات الايه البيهيفير اللي بتتم على البيت وايز. فلما يجي هنا ايه الحاجة الوحيدة اللي مش هنا؟ طبعا لو بصينا هنلاقي هي عملية دي عملية الاساين، ان احنا بنعين قيمة بنقول بلس ايكوال اللي هي كانت في السؤال اللي فوق دي نفسها بلس ايكوال او ماينس ايكوال، دي عمليات الاساين اوبريشن وليست عملية البيت وايز اوبريشن. هو عايز نوت، طبعا دي تنفع تبقى اوبريشن، انت عندك دي اوبريشن ودي بيت وايز ودي بيت وايز، لكن دي الوحيدة اللي ما تنفع تبقى بيت وايز اوبريشن. السؤال اللي بعده بيقول لي سيلكت اوتبوت من الجيفن كود، فهو عامل هنا سترينج نيم وحاطط فيه نص، وبعد كده عامل عملية طباعة وكاتب جود مورنينج، وهنا عامل دي كونكشن ربط ما بينه، واستدعى نفس الاسم التاني نيم، فهنا نازل، فايه اللي هيطبع؟ المفروض هيطبع لي الاسم وجنبه الاسم اللي هو النص اللي هو نزله هنا، فبالتالي هتبقى جود مورنينج دكتور ايه الاسم اللي هو حاطه، بالتالي هو ده الصح. هنا في سؤال معناه بيقول for given set code is convention possible، هل عملية التحويل دي سليمة؟ طبعا احنا عملية التحويل احنا قلناها يا implicit يا اما explicit. فانا عندي هنا ال integer a ومديله قيمة 76، فهنا ال 76 ديت ده قيمة الانتجر، وبدأ يعمل شارت بي وابتدى يعمل كاستنج مانوال كاستنج دي اكسبلسيت، ان هو هيخفض القيمة هيحولها لقيمة شارت. طب عملية التحويل هنا هل تتم ولا ما تتمش؟ طبعا هي هتتم، لانه احنا عندنا في الشار كل حاجة ليها يونيكود معين. فلو جينا بصينا كده حتى اليونيكود في قيمة اليونيكود، انا عندي هنا حتى حرف ال 76 هيطلع لي حرف ال L لما اجي اطبع، لانه موجود الحرف موجود بقيمته، فبالتالي هنا هيطلع له هتتحول صح. وكمان لو حبيت اطبع البي بعد كده هتطلع لي حرف ال L. اوكي.